أرحب بحضراتكم من جديد في مصر على الهواء. كان سؤالي قبل الفاصل للدكتور محمد مدكور استشاري نظم المعلومات عن القيمة المضافة وما يمكن أن تحدثه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا القطاع على أرض الواقع في مصر معرفيا وتكنولوجيا واقتصاديا. ليك الحديث دكتور. أود ابتداء أن أؤكد اتفاقي المطلق مع ما يؤمن به ويجاهر به الرئيس السيسي أن 90 مليون مصري هي نعمة، لكن 90 مليون مصري منضبط منتج زي الزمن النبيل مش بس الجميل. أما لو كانوا 90 مليون مصري تغلب عليهم الغوغائية والاتكال وما يضرب في جنبات الدولة من فساد فهم نقمة وليس نعمة. تمام. في كافة ما تصدى له الرئيس السيسي خلال السنة ونص من رئاسته لجمهورية، وبأكد هنا أن رئاسته جت بناء على شبه إجماع مطلق. شبه إجماع مطلق لنعود إلى نظام فيما يسمى في الغرب عسكري، قيادة عسكرية. الفرق ما بين قيادة عسكرية في 2015 اللي موجودة النهاردة وما وجد في 52 إن لو سمينا الأمور بحقيقتها فما كان هناك كان انقلابا عسكريا. انضم للشعب او ما انضمش بقى، فرض او ما فرضش، كل دي تفاصيل التاريخ هيحسمها. لكن عندنا النهارده في 30 مليون نزلوا في الشارع. تمام. ده انقلاب اجماعي شعبي. ليس انقلاب فصيل. بعيدا عن السياسه، انا ببعد حاولنا على السياسه ليه؟ معلش هقول لك انا برجع للسياسه ليه بعدين في اخر البرنامج بتاعنا، لكن انا عايز اقول انه المبادرة ممتازة. دول اتنين أو المبادرتين تخاطبان لب الحاجة المصرية اليوم إلى التطور إلى التقدم إلى مواكبة العصر. لكن مش هينفع بالأساليب بالتواكل بالأوضاع النفسية لمن تخاطبهم المبادرتين. طب سؤالي، الرئيس اتكلم عن زيادة العائد الاقتصادي ل 3 مليار في خلال 3 سنوات، هنقدر نعمله من خلال الشركات المتاحة دي ولا لا؟ طيب خلينا نتفق برضه. اتفضل. انت النهاردة هتعمل 7 مناطق تكنولوجية. لو انت بتفكر تكرر مثال طريق مصر اسكندرية الصحراوي، القرية الذكية قصدك يعني؟ القرية الذكية. فأنت واهم. هقول لك ليه؟ ليه؟ لأن القرية الذكية النهاردة الناس اللي الشركات اللي جت واستثمرت وخدت مباني وفتحت شغل وعملت ووظفت آلاف بتاخد كريمة الجامعة الأمريكية، الجامعة الإنجليزية، الجامعة الفرنسية، جامعة تي تي تي، الجامعة الخاصة، كلية الهندسة المصرية. مع الأسف المنتج من الجامعات الإقليمية بطبيعة الحال أضعف بكثير من هذا المنتج. بس هذا الكلام قد يرد عليه مثلا. أيوة. معلش عندنا من أقدم الكليات في مصر هندسة المنوفية وبيطلع كوادر مهولة جدا. لا أريد أن أنتقد مؤسسة بعينها. طب ماشي. أريد فقط أن أقدم صورة واقعية لما يحدث لحال الخريج المصري من حتى جامعة القاهرة أو أو عين شمس أو الإسكندرية، ما بتكلمش حتى عن الأقاليم الأخرى. تمام. طب احنا دلوقتي المصيبة بس لا 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 استناني لا والنبي انت بتقول كلام سياسة ليه؟ لا انا عايزه موضوع مش هتكلم سياسة مش هتكلم سياسة اتكلم في علم. تعال النهاردة شوف أفضل ما عندنا من أدمغة تتخرج من كليات الحاسبات أو من كليات الهندسة. كلها نسبة عليا منها، بلاش كلها، تهاجر إلى الخارج، تمتص تلك الأدمغة.
برين درين بيسحبوهم في هجرة تكاد توازي في ضررها هجرة القوارب والغرق في البحر الأبيض المتوسط. ازاي بيهاجروا ازاي؟ بيخطفوهم الشركات المتعددة الجنسيات. ليه؟ لأنه متأسس كويس، من مدرسة كويسة، من تعليم جيد، من لغات أجنبية فصيحة. فبياخدوا بيديله كورس مكثف من 3 لـ6 أشهر. نعم. بيديله إنسان مالك لغات، لأن إحنا كمصريين عندنا ملكة اكتساب اللغات. متعلم صح، متأسس صح، نفسيا جاهز للإنتاج والعمل والمنافسة. لو مبادرة الرئيس السيسي أخذت بعين الاعتبار ضرورة التركيز على رفع كفاءة وإعادة بناء الإنسان الشاب المصري كما بدأت حديثي، فهي ستنجح. طب ما هي كاتبه ده، ما ده موجود فيها. ما اختلفناش. طيب. أنا بأؤكد على ضرورة إن إحنا ما ناخدش الأمور سبهللة زي ما مع الأسف ابتدينا أو استمرينا وتفوقنا في معالجة أمورنا المختلفة اقتصاديا، اجتماعيا، انتاجيا، صناعيا بالتواكل وعدم التميز أو عدم الإصرار على إن أنا أبقى ممتاز. ماشي. طب دكتور أسألك، إزاي نقدر نعمل تجربة في مصر زي بتاعت الهند؟ احنا انت قلت لي في البدايه خالص في اجاباتك ان احنا مشينا اشتغلنا في الجزء البسيط جدا المتعلق بتقديم الخدمه، قاعة الخدمه. ازاي يبقى عندي قاعده صناعيه في البرمجيات تقدم خبراتنا او نتاج اعمالها الى الدول الافريقيه على الاقل؟ لا، السوق بره مش في الدول الافريقيه. تمام. بمعنى اقرا الاحتياجات المستقبليه للسنوات القادمه. أي قطاع من قطاعات الخدمات طالب ناشط كبير نستطيع أن نؤهل الشباب ليتعاملوا معه بعينه وليس بشكل عام. هدي أقول لك هو إيه؟ عشان بس ما بقاش بتكلم في الهواء. بتكلم في خدمات بس. بتكلم في خدمات البرمجية. إنتاج البرمجيات. أنا بتكلم في إنتاج البرمجيات. صناعة البرمجيات. أي صناعة. عندك قطاع الصحة وتوابعها بالتأمين الصحي وخلافه. إن كانت الأسلحة هي السوق العالمية الأولى في حجم التبادل بالدولارات، فالصحة هي نمرة 2. والصحة النهاردة سواء في مجال إنتاج الدواء، معالجة المريض، أو التأمين الصحي بتتطور، والخطط في المستقبل رهيبة. النهاردة بننتج الساعة اللي بتقيس السكر، اللي بتقيس الضغط، ده عايز برامج، ده عايز شغل. بننتج البيس ميكر، بننتج جهاز قياس الضغط. كل ده عايز ولسه. وبعدين بنطور ملفات متابعة وتتبع المرضى. عايزين برامج علشان الراجل نبقى دايما عارفين وزنه زاد، وزنه قل، راسه وجعته، الضغط عالي عنده. كل ده بيانات، كل ده معلومات. سوفت وير عايز يتطور له سوفت وير، وعايز يتعمل له ديتا انتري، وهو ادنى القاع في العمل، ومش هيتعمل لا في امريكا ولا في المانيا ولا في فرنسا ولا في انجلترا. سيعهد به الى دول مثل الهند او الفلبين او مصر لو ركزنا من البداية ووجهنا الشباب اللي جاهز النهاردة وبيدور على شغل ومحدش بيوجهه العب في القطاع ده، بص على الحتة دي، بكرة هتبقى هي المهمة إلى آخره. دي وظيفة المسؤولين التنفيذيين، دي وظيفة صاحب القرار، دي وظيفة المخطط والموجه. إزاي نعمل ده؟ بخطة مدروسة يقوم بها أهل العلم وأهل الخبرة، والجانب القانوني ينظر إليه والجانب الاقتصادي ينظر إليه، لنتقدم بخطة متكاملة مستقبلية ليست لسد الخانة ولا للتعامل مع المصيبة. طب بعيدا عن السوفت وير، الهارد وير بقى في قصة الصناعة المرتبطة بتصنيع الأجهزة، إزاي نقدر نحقق طفرة برضو زي الهند ما حققتها؟
ببساطة شديدة لك تجربتين سابقتين في إنشاء المايكرو تشيبس أو الذاكرة متناهية الصغر في مصر. تمام. الاثنين فشلوا. ليه؟ أيوة ليه؟ ده مهم نعرف ليه؟ 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 لأن أنت النهاردة بلد زي الصين بتنتج المايكرو تشيب على مراكب مسافرة للجهة اللي هتسلم فيها المنتج. بينما انت كنت بتنتج المايكروشيب في الإسماعيلية وتتركن في المطار 17 يوم لغاية ما تاخد الموافقات المناسبة للتصدير. والكلام ده بقى بينسحب على المايكروشيب زي ما بينسحب على البطاطس، زي ما بينسحب على البتنجان، زي ما بينسحب على الكوسة، زي ما بينسحب على الغزل والنسيج، زي ما بينسحب على الانتاج الغذائي، زي اي حاجه بتاخد وقت في الحرب. لازم نتصدى على التوازي. ان كان لدينا مصيبه هي الارهاب فلدينا مصيبه مماثله لها ومساويه لها في الحجم هي الفساد. هي التسيب الذي هو صيغه من صيغ الفساد. بس هقول لك الحاجه دكتور، انا اسف يعني فضل. انا من غير مقاطعه ما بحبش اقطع ضيوف على فكره. نو اقطع زي ما انت عارف. انا ما اقاطعش على هقطع. انا لا اخاطع احدا بالعكس. انت انا مجرد رابط انكر. اتفضل يا ياسف كوس. القصه لما تروح تسال بتاع الجمارك رئيس المصلحه نفسه جاي معايا في لقاء في احدى القنوات ولقيته بيقول لي انا حريص على المال العام وابدا حرصه الشديد على المال العام، كيف تغير افكار هؤلاء العاملون تحته في قصه من قصة الحرص على المال العام إلى قصة المعنى المفهوم الشامل للحرص على المال العام؟ أنا مش عايز أدي لك المثل بتاع الملك فيصل الله يرحمه اللي يقول لك ادي العيش لخبازه ولو سرق نصه. لو كان نصه واخد بالك ازاي؟ هو ما كانش بيتكلم على العيش أصلا، المثل ما كانش منسحب على العيش، فبالتالي ما كانش أكل، كان أكل برضه بس بشكل تاني. لا، أنت لازم تغير المفاهيم الإدارية السائدة. لو الوزير النهاردة إيده بترتعش قبل ما يمضي قرار فما بال مأمور الجمرك الغلبان. يا فندم بيجيبوا دلوقتي بيجيبوا الوزير، أنا آسف دي مش مقاطعة، بيجيبوا الوزير شخصية كويسة وعلى مستوى الاستراتيجي أو التخطيط والكلام الحلو اللي قدامه، ثم عندما توصل لأدنى مستوى بتلاقي نفسك بتتعامل بنفس العقلية ونفس الآلية الموظف البسيط الصغير جدا، أنا مالي محدش يحميني. لا مش كده بس، الوزير عايز ينفذ حاجة يطلع له موظف متوسط مش كبير يقول له لا أنا ما أقدرش أمضي، أنا ما أقدرش أمضي على الورقة دي، أنا ماليش دعوة. وقفت العجلة من البداية. تمام. واخد بالك إزاي؟ قد يكون خوفا، قد يكون غتاتة، قد يكون عن قصد. إسقاط فلسفة ما، إسقاط أسلوب ما في الإدارة مش عاجبهم. ده عايز يجيبنا الساعة 5 الصبح، ده عايز يشغلنا، ده احنا ناس كبار قوي عايز ينزلنا في الشارع ونحنا نتابع مسؤولياتنا ميدانيا. انا بي وباشا واقعد في المكتب حط رجل على رجل واشرب قهوه والنوتيه يشتغلوا، فالنتيجه ان لا الباشا بيشتغل ولا البي ولا الافندي ولا النوتي. لازم نغير ذلك ونغيره بالمفرمه، لانه مش هيتغير بالكلمه الحسنه مع الاسف. واعني بالمفرمه الانضباط بالحق، حقي وحقك، بتاخد مرتب اديني شغل، ما يبقاش المصنع واقف وما بيشتغلش واعمل مظاهرة عشان عايز المرتب والحوافز والارباح. ارباح ايه؟ ده انا مخروب بيتي. طب يا دولة، مش بكلم على قطاع خاص. انا فاهم. طب السؤال اللي برضو بيبقى، انا قصدي اقول لك، انت بتقول تغيير السياسات والاتجاهات، الرئيس نفسه والمتبني مبادرتين رائعتين. تأتي مثلا في قصة بتقول الميكرو تشيبس لما مصر حابة تصدرها أو المصانع المصرية حابة تصدرها، فوقوا بالعراقيل اللي في الجمارك المصرية. على سبيل المثال ده عرقلة من العراقيل المتعددة التي قبلتها. هل تعلم أن هناك 12 جهة في الموانئ المصرية صاحبة ولاية، مش رئيس هيئة المينا فقط؟ أنا بوجد مع رئيس قطاع النيل البحري من أسبوع بقرا جرايد والله وبتابع في التلفزيونات بتاعتكم هذه الأخبار المزعجة جدا. خلاص، يبقى ما انت حطيت المرض والتشخيص والمقال، يعني ان احنا رايحين كده ناحيه الغفير ولا البساتين ولا اي حاجه من الحتت الحلوه دي كلها. لا، الكلام ده يجب ان يعدل، ويجب ان يعدل بالقانون، ويجب حين يوضع قانون ليس به ثغرات
آلاف التشريعات المصرية مصيبتها إن يمنع ويمنع ويمنع ويمنع، ودايما بتلاقي فقرة إلا إذا. إلا إذا. ولكن، ولكن يسمح لفلان أو للمستوى الإداري الفلاني إنه ما ينفعش. ما ينفعش. ده اللي خرب بيت القرار والإدارة والتشغيل والمساواة والعدالة. وعد أتكلم لغاية بكرة الصبح. لو عهد إليك الآن بتنفيذ هذه إطلاق واحدة من مبادرات السيد الرئيس على أرض الواقع، ما هو التشريع الذي تأمل أن يصدره البرلمان القادم فيما يتعلق بهذه الصناعة التي أصبحت مربحة جدا عبر العالم؟ أول قرار، هرجع للتشريع، بس أول قرار إن أنا أختار الإنسان المناسب الذي ستناط به مسؤولية متابعة وإنجاح هذه المبادرتين، هاتين المبادرتين. البعد الثاني على فكرة، فهنا برضو عايز أسجل إنه مما فرحت به ومما أثلج صدري قرار مما فرحت به. مما حاضر فرحت حاضر والدك كان شكر أو. كان رئيس مجمع اللغة العربية فلا تقول عربي أنا آسف شكر أو. أنا بس أصل ال 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 التحرك أو الانتقال من العربية نصف الفصحى إلى العامية بتخلي الواحد يلحن أحيانا. مما فرحت كويس يلحن دي طيب. لا أحد القرارات الذي أثلج صدري هو قرار مؤخر باختيار الدكتور أحمد درويش لإدارة مشروع مركز الاقتصادية الخاصة. نعم. والنائب بتاعه اللي هو عبد القادر درويش اللي هو حاليا كان رئيس هيئة مناسك اسكندرية ثم رئيس قطاع النيل البحري. درويش في الرئاسة ودرويش في النيابة. اتفضل يا فندم. ليه؟ سألتك. لأنه مدير معاصر فاهم نضيف طموح. وفوق كل ذلك أحد أساطين محاولة تطوير الأداء الحكومي. كان عنده مشروع الحكومة الإلكترونية ما نفذوش كده. ما نفذوش. قبل ما نقفل القوسين دولة عايز أأكد لحضرتك أن هذا المشروع هو مستقبل مصر. لا يعقل أن يكون لدينا موقعا جيوستراتيجيا سياسيا اقتصاديا مثل قناة السويس وتبذه مناطق نائية مثل سنغافورة أو هونغ كونغ أو حتى جبل علي. ما تم في هذه المناطق كان يجب أن يتم في قناة السويس من الخمسينيات، من السبعينات حتى بعد عدة فتحها من 75. تفضل يا فندم. قبل ما تسد وإن كان تم لم تكن لتسد. على أي حال القناة موجودة. الحاجة إلى مثل هذا الموقع ليصبح حلقة دوارة للتبادل التجاري للصناعات المرتبطة من صيانة سفن، إنشاء سفن، لما سيبنى عليه من تطور حضاري وحضاري. هنبني مدن، هنبني مساكن، هنجيب بشر، هندرب ناس، هنعمل سياحة في الجزر اللي في القناة، كل مجال والإنتاج والعائد الاقتصادي والاستثماري المصري موجود في منطقة قناة السويس. طب سؤالي بقى مرتبط بقصة قناة السويس. تفضل. احنا كلنا، وانا واحد من الناس، انا مصري زي زيك، عايشين الحلم منذ ان بدأ الرئيس اولى ايام الحفر واطلق اشارة البدء، الى ان تم افتتاح القناة، الى ان تم المشروع، بدا اشهار المشروع الجديد شرق بورسعيد والقناة الممر الملاحي الجديد، الى اي مدى في تقديرك الشخصي بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور احمد درويش رئيسا لهذه المنطقة الاقتصادية الخاصة وتعيين هيكلها، الى اي مدى ترى انها سوف تكون صحيحة معافاة من البيروقراطية والروتين والفساد الاداري المصري الذي اثقل قلوبنا وأوجع حياتنا؟ ضمانان اثنين. تفضل فن. عبد الفتاح السيسي، أحمد درويش. إن تقدم أحمد درويش بمشروع قانون خاص، ما في قانون صدر يا فندم، انسى، قرار جمهوري صدر، يتراجع بما يراه ضروريا وملزما لإنجاح هذا المشروع، ويقيني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعتمده إن شاء الله، و
يقيني في قدرات القائم على المشروع في اختيار العناصر المناسبة نعم للإنجاح. احنا عملنا القناة الموازية، بنعمل شرق بورسعيد، كل دي بنية أساسية. مش ده اللي أنا بفكر فيه. أنا فاهم. أنا بفكر في منطقة تبادل تجاري، منطقة صناعات. طيب إلى أي مدى يمكن أن تكون لنظم المعلومات اللي حضرتك استشاري فيها وللصناعات التكنولوجية بيئة مواتية واستقطاب للشركات العالمية العاملة في هذا المجال؟ أولا لا أمل في نجاح هذا المشروع إن لم تعد له البرامج وقاعدة البيانات الأساسية لإدارته بشكل قادر على التعامل مع ملايين التفصيلات التي يرتبط بها. ما فيش دماغ جهباز إنساني يستطيع أن يتعامل معها بالإيد والورق والقلم. يبقى بداية عندي أسلوب الإدارة المتطور. بطبيعة الحال كما ستظهر بعض الصناعات التحويلية، بعض الأنشطة الخدمية ستزدهر وتنمو هناك الحاجة إلى خدمات برمجيات، خدمات إنتاج المعدات أو الأجهزة البسيطة الأولية في مجال التطبيقات التكنولوجية إلى، ويمكن ربنا يفتح علينا بقى ويبقى عندنا مصنع مايكروشيبس في هذه المنطقة يركب المركب اللي معديها في القناة ويسلمها في أوروبا أو يسلمها في حتة تانية إن شاء الله. كل أمل. ما تفتكرش أن حديثي كان بيحاول أن يكون بس. إلى الإحباط أو إلى التشاؤم. لا, لا 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 أنا كل أمل وكل ثقة إن شاء الله أن ما ينادي به رئيس بهذه المواصفات بغض النظر عما يجده من صعوبة عظمى في اختيار العناصر المدنية المناسبة في إطار ما هو مطروح على الساحة السياسية المصرية المدنية. رجعتك للسياسة أنا آسف. هيلاقي بشر زي أحمد درويش في كتير. نعم. شكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور محمد مدكور استشاري نظم المعلومات. وخلينا من آخر كلام الدكتور نتكلم ونقول خلينا من زارع الأمل، والأمل شجرته يعني تنبت يوما بعد يوم في قلوبنا جميعا أملا في هذه المشروعات الكبيرة التي باتباع الأساليب العلمية والمنهج العلمي وإسناد الأمور إلى متخصصين أكيد هتثمر للأجيال القادمة خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. بعد الفاصل أشوفكم في صوت الجماهير وقصة قضية طرحناها مع الدكتور في البداية، صناعة الإبداع واستثمار الإنسان المصري. بعد الفاصل إن شاء الله.